جولتنا بجرايد اليوم في الشروق رافق عددها اليوم ملحق خاص ببارومتر المناخ العام مارس أبريل 2021 وفي نوايا تصويت في الرئاسية قيس سعيد يتصدر ب 41.2% يليه صافي سعيد ب 12.4% وفي المرتبة الثالثة عبير موسي ب 12.2% وفي مع نواصل القراءة في الترتيب نبيل القروي برغم أنه في السجن يبقى في المرتبة الرابعة بعد عبير موسي أيضا تقدم ملحوظ منذ المرة الفارتة لعبد اللطيف المكي اللي هو في المرتبة الخامسة ولهنا القراءة الأولى اللي نقرأوها زاد أمل كونه بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية قيس سعيد نجم نقوله خسر نقاط لهنا في نوايا التصويت باعتبار ال 41.2% يهزوه للدور الثاني كان يفوز في مختلف الأشهر الفارطة تقريبا شارلي فات لا كان طاح على 50% أما الأشهر الأولانية تاع العام الفارط كان دائما وابدا فوق 50% يعني أنه يفوز بالرئاسية منذ الدور الأول. وفي نوايا التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية الدستوري الحر في المرتبة الأولى في الزوزة في الزوز جريدة الشعب توقعت تغيرات في المشهد السياسي مؤكدة أن إصرار الرئيس سعيد على صلاحيته الواسعة يربك التحالف الحاكم. جريدة المغرب وتحت عنوان الأزمة السياسية والبحث عن مخارج قبل الكارثة تساءلت هل تثمر مساعي ربع الساعة الأخيرة؟ وفي موضوع آخر تابعت المغرب جديد ملف شحنات الأرز الفاسدة مؤكدة أن تحاليل جديدة أثبتت عدم صلاحية 600 طن وإحالة الملف على أنظار الفرقة المركزية بالعوينة مع تعهد بإرجاعها 600 طن هذو ما بش يرجعوا للشركة معناها بش تعوضنا ماديا ولا تعوضنا بشحنة أخرى جريدة الأنوار نقرأ على صفحاتها أزمة تلد أخرى مواجهة منتظرة بين النهضة ورئيس الجمهورية غلبته خيارات هي منتظرة؟ أي نلعب في البرمي ميتون نلعب في الشوط الأول عند زادة مدة نلعب في الشوط الأول غلبته خيارات النهضة والش اسمه هو البلوك البلوك معناه كان اللوتة في الديفونسيف لا ولا الفوق البلوك الفوق عاملين بريس معناها كشتما ضغط عالي الضغط العالي ولا الفوق في اللعبة غلبته خيارات النهضة هل يقود المشيشي تونس إلى الإفلاس بسبب شطحات اللجنة العلمية وضعف الحكومة التعليم في خبر كان ووزير التربية يقول تأجيل البكالوريا إلى جويليا مطروح في خبر كان موش بش يصير إن شاء الله نلتفوا الكل وبه اللي قاعد يصير الآن بين الوزارة ومختلف النقابات معناها الشريك الاجتماعي يلقوا في حلول إن شاء الله نلقاو الحلول حتى كان وخرناها البكالوريا اللي جويليا مش مشكل أما تصير بكالوريا وفماش عام أبيض ونمشي ونخدموا على رواحنا إن شاء الله نمنعوا طلب به الغنوشي رغم الوباء وإفلاس الدولة صندوق للكرامة أم للنهب هذي متاع التعويضات هي عنده الحق عنده الحق الشيخ راشد الغنوشي هذا وخصصت الأنوار احنا عندنا فلوس باش نشريو التلقيح عندنا فلوس باش نعيشوا زواولة اللي كانوا يخدموا له بطالة فلوس فاضل علينا فبالتالي نعطيوهم للصندوق هذا صندوق الكرامة هذا وخصصت الأنوار حيزا من صفحة 11 في صفحة 11 من ملحقها للحديث عن المنشط نجيب الخطاب في الذكرى 23 لرحيله الله يرحمه نعم و في الذكرى 23 شو اللي ماتش تجري خسارة كبرى مش للإعلام التونسي فقط للإعلام العربي والتونسي نجيب الخطاب مدرسة من مدارس التنشيط مش تعود لن تتكرر الله يرحم قداش في حاجة احنا لك المنوعات هذيك ولك الإبداعات هذيك يلا جريدة الصباح تساءلت هل يمضي المشيشي في التفعيل الوزاري ها هل يمضي رئيس الحكومة في التفعيل الوزاري؟ ها؟ وعلى خلفية وصول السلالة البرازيلية والجنوب إفريقية إليهما تساءلت الصباح لا فهمت رئيس الحكومة قد يمضي في تفعيل التحويل الوزاري وبوان دانتيروغاسيون علامة استفهام معناها قد يمضي به
نمشي. وعلى خلفية وصول السلالة البرازيلية والجنوب إفريقية إليهما تساءلت الصباح هل يتم غلق الحدود مع فرنسا وليبيا؟ هذا وفتحت الصباح ملف الدعم نهائيا وتحرير أسعار المواد الأساسية التي تتكلف 2.4 مليار دينار، ملاحظة أن رفع الدعم سيكون على 3 مراحل وستشمل المرحلة الثانية الخبز والفرينة بعد الحليب. به مازلت حاجة في الصباح ولا كملنا؟ كملنا. نخرج إشهار ونرجع مع بقية الجرائد متاع اليوم لوتون، وعندنا أيضا لو كوتيديان الصحافة اليوم 24-24 لابريس، ونختموا بالمجهر مع تعليق باش يكون في خصوص رفع الدعم، ونقول لكم شنو باش يصير في خصوص رفع الدعم باش تفهموا شنو العملية، علاش فما دعم وعلاش يحبوا يرفعوه وشنو باش يصير. ابقوا معنا. إشهار القراية في تنبكها ويلزمني كالكولاتريس سيانتيفيك. كنت حب تسلكها تعمل كيفي وخوذ واحدة شار برايت فيو جديدة. يا مهف هذيك علاش انت لي زيكزارسيس الكل خادمهم لفلف؟ رد بالك عاد تمشيش تفوحها في الكلاس. ليه هكاكا تهنى الولاد. يجي نقولكم حاجة، تعرفوا علاش مراد قوي في المات والفيزيك؟ على خاطر عنده كالكولاتريس سيانتيفيك شار برايت فيو جديدة فيها 640 فونكسيون وحتى لاريتميتيك، زيد تصومها في المتناول وتشدك عوامل القراية الكل من الكوليج للفاك، وتلقاها في مكتبات تونس الكل من بنزرة البنجردين واللي وزعها جروب بي اس بي المختص في بيع لا مارك شارب في تونس. في سعفة وحدك العادة. كالكولاتريس سيانتيفيك شارب، فوتر اليي دو ريوسيت. إشهار. نرجع مع جزء ثاني في جرائد اليوم، لكن قبل ذلك تعليقا على ما قلت في خصوص رفع الدعم. علاش احنا في تونس عملنا الدعم؟ عندكش فكرة أمل؟ علاش؟ به علاش؟ عملنا الدعم لأنه الشهري متاع التوانسة أقل شهري تقريبا في البلدان الصديقة والشقيقة، والشهري هذي ما تكفيش المواطن التونسي باش يعيش عيشة كريمة، عيشة كريمة معناها. شو عملنا؟ ويسك سميك طايح والشهري طايح، جينا قلنا سياسة الدولة آنذاك نعملوا عملية كومبونساسيون، عملية الدعم، ندعموهم في المواد الغذائيه. هذه الاولانيه. هل كيفاش نرفع الدعم الان؟ تغيرت احوال الشهري في تونس؟ ما تغيرت. السميك ولا كيما سميك في فرنسا مثلا ولا ما نعرفش، ما تغير حتى شيء. بالعكس زادت تدهورة المقدره الشرائيه. فانت كيفاش ترفع الدعم؟ اعطيه الشهريه واعمل سميك تنجم تعيشه للمواطن التونسي المتوسط والضعيف واللي اقل من الضعيف والفقير. هذا اللي يلزمك تعمل، سينو راك انت اللي مخطئ لهنا باعتبار الشهاري عاملهم طايحين، ما تحبش تزيد في الشهاري، فعملت الحل الترقيعي اللي هو عمليه التعويض. نعطيك مثال اخر. تعرف اللي احنا الوزراء نتاعنا والكتاب الدوله نتاعنا والوظائف العليا اللي عندنا بي دي جي ومدير عام ومدير شنو وشيف سيرفيس وغير ذلك، تعرف يخلصوا في حكايه فارغة بيعتمي معنى الكلمة مقارنة مع القطاع الخاص، وما نقولكش مقارنة مع البلدان الأخرى. شا عملنا لهم باش نعوضو لهم زادة كومبونساسيون أخرى عملية تعويض، أعطيناهم منح، منحة سكن، منحة لباس، سيارة 500 لتر إيسونس، سائق وسائق دل ثاني ودل شنو، هذيك كلها للتعويض على الشهرية الضعيف. فهمتني؟ فأحنا ماشيين في العمليات الترقيعية من السبعينات تقريبا باش نعملوا المعادله ليكيليبر ونخليو التوانسه يعيشوا. كيفاش ترفع الدعم يا سي هشام؟ مشيش الان بطلب من المانحين قبل الاخر، شنو الحلول اللي باش تعملها؟ شنو الحلول؟ فما بديل. شنو البديل؟ تقول لك باش نوصل الدعم المستحقين من خلال تحويلات ماليه. راهو الدعم ماهوش خاص بالطبقات الضعيفه فقط، حتى الطبقه المتوسطه في حاجه للدعم، ولا مش اشتغلت؟ ولهنا اذا كان مسينا الدوسي هذا نذكرهم انه احداث الخبز في الثمانينات 83 ولا 84 ما شد حتى حد، لانه التونسي كان جاه في كرشه وماش يتشد، وخسرنا فيها ناس ماتت والبلاد وقفت وما زادوش برشا وقتها. قديش زادوا؟ 20 لا لا اكثر، لا لا 170 مليم كانت معناها، ولات 170 الى ولات 170 اي ولات 170 الخبز العربي، الخبز نتاعنا احنا الطليع. فبورقيبه الى فالو عندك بورقيبه وقت اللي قال نرجعوا لكنا باش مرضت شويه البلاد، وقعدنا عندنا قال الاخر تبعات من وراء
كل الاحداث نتاع الخبز. يلا في خصوص الدعم راهو يلزم ايجاد حلول اخرى باش ما تصيرناش كارثه مانيش ناقصين كوارث في البلاد. نواصل مع جريدة لوطون، وبينت أن تونس في حرب ضد نفسها والتي تفقد بريقها يوما بعد يوم، مؤكدة أن العزة والكرامة هي آخر ثروة للفقراء. جريدة لو كوتيديان لاحظت أن تسمية الأزهر لونغو على رأس المصالح المختصة بوزارة الداخلية هو بمثابة رد من المشيشي على قيس سعيد. تسمية ها؟ الصحافة اليوم تحدثت في افتتاحيتها عن تراجع عميق في نتائج البنك المركزي، مشيرة إلى أن الدولة ستجد صعوبة في صرف الجرايات خلال الأشهر القادمة جراء أزمة سيولة لدى البنوك ناتجة عن تعطل النشاط الاقتصادي بسبب مخلفات أزمة كورونا. ما مش راهو شهري يتصبوا كيفش نوصلوا لأزمة الشهري بشي يتصب أمريتو الدينار ما عادش تعمل بيه حتى شيء. التضخم معناه باش تاخذ برشا فلوس ما تنجمش تشري بيهم حتى شيء. المشكله هنا هي المعالجه الجذريه لهذه الازمه الماليه والاقتصاديه اللي تعال الماليه العموميه والعمليه الاقتصاديه ككل. ماهيش المعالجه نتاع شكون اللي يحكم وشكون القائد الاعلى. معالجه نتاع الوضعيه الكارثيه نتاع البلاد اللي زاد عليها الوباء. وفي مقال آخر أكدت الصحافة أن الفقر وباء أيضا غفل عنه السياسيون وتجاهله أهل الحل والعقد. ما في بينهم شبيه. كما تساءلت الصحافة تحت عنوان من المرزوق إلى سعيد مرورا بالسبسي، لماذا تحارب النهضة رئيس الجمهورية؟ ما قلنا العركة كلها متاع شكون يحكم من 2011 إلى الآن هذا الطرح. نواصل مع صحيفة 24-24، أشارت إلى الزيادة الثالثة في سنة 2021 وارتفاع أسعار المحروقات مجددا تثير المخاوف من تأثيرها على المقدرة الشرائية للمواطنين. مع الإشارة لو حسب معناها ما ولا معمول به التعديل شهري هذا كل شهر يا بالزيد يا كان يطلع يزيد يا بالتنقيس إذا كان ينخفض. إن شاء الله ينخفض إن شاء الله. جريدة لابريس توقفت بالتحليل عند ترتيب تونس في مجال حرية الصحافة الذي تراجع حسب الترتيب العام لمنظمة مراسلون بلا حدود بنقطة إلى المرتبة 73 مثل ما هو الشأن لحرية المرأة. ونختم بجريدة المجهر، أكدت أن اختبارات البكالوريا جاهزة هذا الأسبوع. كما تساءلت المجهر ما حكاية سحب 5 ملايين ورقة نقدية من فئة 50 دينار. هذيك الحكاية تلقوها في المجهر مع الإشارة كونه الورقة هذية باش ما عادش يقع تداولها. هي ما فهم تو ما لقيتش قاعدة تنقص لأنها تدخل للبنك ما عادش تخرج. علاش؟ لأنه في السوق الموازية الكناترية مثلا واللي يخدموا في السوق الموازية تساعدهم باش يخبيوها. شي ورقة بشي 5 ورقات ب10,000 ياسر يعبي بو 50 أقل تولي. أنا حضرت مرة وحكيتها هذية وشفتها يشريو في 50 دينار ب51.5 ولا 52 يعطيك يعطيني ورقة ب50 يعطيك 5 ورق ب10 معهم دينارين يربحك يعطيني الورقة ب50 مش كيف تتخبط كله أخف. يلا بعد قليل نمشيو مع بعضنا للمعهد الوطني للرصد الجوي ونتعرف على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم وأيضا بالنسبة لنهاية